تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار سعي المؤسسة لتقديم حلول عملية ومستدامة لدعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجا. هذا وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على جميع منافذ مؤسسة حياة كريمة في أنحاء الجمهورية لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وسط إشادة كبيرة من جميع المواطنين. كما تعمل المبادرة على دعم الإنتاج المحلي، حيث تسهم في دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.